سمحتم أن أقترح خطاب مكتوب وسنبعثه لكم كلكم، كيلاش نبدا نقرا لكم بهذه الطريقه، نتكلم معكم مباشره نقول لكم عندي بزاف ما نقول وهذا الشيء تيمنعني نقوله. لا سمحتوا باش غير نعطيكم الصوره، كاينين مجموعه ديال القضايا اللي مطروحه وجدناها في وزاره العدل. اولا وزاره العدل وزاره من بين قوسين شبه سياديه، تراسها حزبي ولكن لها مكانتها. التحدي الاكبر الذي عند الوزير كيف يتراس وزاره العدل ويحافظ على موقع يخدم فيه الاداره القضائيه والمواطنين وحقهم في التقاضي، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلاليه السلطه القضائيه. يعني ان حينما تتخذ قرارا في وزاره العدل يجب ان يدرك انه بقدر ما سيقدم خدمات للسلطه القضائيه بقدر ما يجب ان يقف عند حدود حل لا يتدخل في استقلاليتها والنيابه العامه. حرصنا على ذلك، ولكن نتوفر على اليه قويه ومؤثره وهي التشريع. نحن الذين نشرع، نحن الذين نقدم الاقتراحات. حرصت انه جميع الامور المرتبطه بالتشريع ان اخذ راي السلطه القضائيه وان اخذ راي النيابة العامة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، لأن التجربة العملية لها مكانة كبرى في خلق قوانين ناجعة ومنتجة. موضوع التشريع ليس موضوعا نظريا، موضوع التشريع موضوع نظري ولكن عملي في نفس الوقت، وهذا التلاقي يطرح كثير من الأشياء. نظريا تجد فكرة جيدة ولكن حينما تنزلها إلى الواقع تكون هي المعرقلة، فيجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الذكاء. الموضوع الذي يطرح نفسه وهي الرقمنة، قرأت عليكم الخطاب، ما استطعناش نصدر الفكرة للخطاب. الرقمنة مسألة أساسية لتسهيل عملية الولوج، وسأعطيكم أمثلة حتى يفهم الموضوع. لا يمكن أن نقبل بعد 60 سنة من الاستقلال بأن مواطن في تطوان مزداد في العيون محتاج لشهادة السوابق خصو يشد العيون ويجيبها، في حين أنه يمكن تكون عندنا بنك ديال المعلومات في الوزارة وفي أي محكمة من المحاكم ممكن يستخرجها ويعطوها لي ويسلموها لي. ما يمكنش يكون يجي المحامي للجلسة وينتظر ساعتين ثلاثة السوايع باش يدير مذكرة وتتمشي ساعتين ثلاثة السوايع، أو القاضي كيضيع 10 السوايع باش ياخذ مذكرة ويعين تاريخ الجلسة. فقلنا خصنا ندير واحد الرقمنة، ولكن شرط هذه الرقمنة يجب أن تشمل جميع الإدارة القضائية، السلطة القضائية، سلطة النيابة العامة، وزارة العدل، النيابة عفوا الضابطة القضائية، الدرك الملكي، كل هذه العناصر يجب أن تكون في منظومة رقمية لتسهل العملية. حينما يعلن المحامي أنه ينوب على فلان ويحال الملف عن المحضر من الدرك الملكي أو من الضابطة القضائية على الوكيل العام أو وكيل الملك، ويعلن المحامي عن طريق الكمبيوتر بأنه ينوب على فلان، يبعث له بنسخة من المحضر، ماشي ضروري يجي المحكمة ويشد النوبة ويصور ويدخل لواحد مجموعة المشاكل. فقلنا أنه لا يمكن أن نقدم برنامجا رقميا لوحدنا، يجب أن نقدم هذا البرنامج مع جميع المؤسسات التي نتقاطع معها. لهذا كونت هذه اللجنة، الآن تشتغل هذه اللجنة ويترأسها السيد الكاتب العام، وستقدم لنا رؤية أقرب وقت، يعني في الأسبوعين المقبلين، لكي ندخل. عندكم شي مشكل مع ضدوه؟ ف باش حتى يمكننا أن نذهب نحو الرقمنة. إلا مشينا حول الرقمنة، خبير موجود في مراكش ممكن يبعث بتقرير الخبرة إلى القاضي في الرباط بلا ما يتنقل. دابا الخبير كيجي تيجي الخبير من مراكش حتى الرباط باش يحط الخبرة، ومن حيث كيحط الخبره كيهضروا ليه الطاوط الاتعاب ديالو في 400 درهم دوز غير في ليسونس باش يوصل للرباط واحد. فقلنا ديما يمكن شفت كذلك المحامي ما كاينش يتحرك. عندنا نقاش اخر داخل، باش نعطيكم النقاش الحقيقي اللي عندنا داخل وزاره العدل. في الدار البيضاء مثلا بين محكمه ومحكمه 30 كيلومتر، باش المحامي يمشي لهذ المحكمه او الخبير يمشي لهذ المحكمه او مسؤول قضائي يمشي لهذ المحكمه ويتنقل لهذ المحكمه الاخرى، هذيك 30 كيلومتر خصو يديرها في ساعتين ونص. راه الدار البيضاء ماشي الدار البيضاء، بالضوء الاحمر ديالها، بالمشاكل ديالها، بالشكليطات ديالها، بالكراسي ديالها، بكل شيء. قلنا دي الفكره الاساسيه هو نديروا نوع من المدن القضائيه.
نمشيو لبعض المناطق خارج المدينه ونديروا جميع المحاكم ونديروا المؤسسات القضائيه تما باش يولي كلشي قريب بيناتهم، كلشي سهل بيناتهم، غتكون في واحد النوع ديال النجاعه. حنا الان كنديروا واحد الدراسه اعتقد جوج المدن مراكش والدار البيضاء والرباط، ثلاثه المدن، لانه بغينا نمشي في الاتجاه. عندنا مشاكل اخرى، انا ما بغيتش ندخل معكم في الميزانيه، عندنا مشاكل اخرى. نقول لكم مشكل، لان كنشوف كاين الاغلبيه ديال النساء هنا، هذا الموضوع كيهمكم. صندوق الكفاله ياك سي تفكروا في العائله، كنعطوا في السنه مليون وفاصله خمسه درهم، مليون وجوج فاصله خمسه درهم، كتعرف شحال في هذا الصندوق؟ مليار درهم. معناها كنديروا عندنا 100 مليار سنتيم وكنفرقوا 100 مليون سنتيم. يتعاد فيه النظر. كاين جوج الاقتراحات، كاين جوج الاقتراحات. اولا نوسعوا دائره المستفيدين، حيت توصل واحد المراه عندها 60 سنه ولا 65 سنه نشوف الوضعيه ديالها، ما تبقاش المراه اللي طلقت تجي هي تقدم الطلب. بغينا نديروا مساعدات اجتماعيات، غير كينتهي الملف الزاميا كيجي لعندها هي كتدرس الوضعيه ديال الاطراف وتدعيهم اذا كان ضروري وتمشي وتخرج لهم تعويض اذا كانوا كيستحقوه، بلا ما نقدم طلب وسير دير محامي. دابا كتمشي المراه كدير محامي وتجي وتقدم الملف باش يعطوها 1000 درهم 1200 درهم فهمتي. ثانيا الرفع من القيمه من 1000 الى 1200 درهم، هذه امور عندنا فيها توجيهات من جهات عليا باش نعيدوا النظر في هذا الشيء ديال الدوله ديال النساء. طرفوا اهتمام جهه الملك بالوضعيه ديال وضعيه المراه ووضعيه الهشه وكذا، وجهه الملك مهتم بهذا الموضوع وفيه توجيهات صارمه باش نمشيو في هذا الاتجاه. لذلك احنا مقبلين على مجموعه ديال التغييرات، ولكن في نفس الوقت عندنا اوضاع خصنا نعالجوها. مثلا الساده رؤساء المحاكم والساده وكلاء الملك وكلاء العامين ما عندهمش السكن الوظيفي. كاينين عند المسؤولين ديال المؤسسات الرسميه كلهم الا وزاره العدل، ما فهمتش انا علاش. في حين انا كمواطن عندي واحد الدعوه في 12 الليل، المحامين غيفهموا لي اكثر، عندي قرار استعجالي باش نوقف واحد الطياره غادي تطير، وانا كتسال فلوس لديك الشركه، خصني ندير او باخره خصني ندير مقال استعجالي باش نوقفها، خصني نلقى رئيس المحكمه في الدار اللي قريبه للمحكمه باش ندير الاجراء باش ندير. فهذه المساله كان عندنا الان كذلك تضيف القضاة، عندنا في الاسابيع المقبله امتحان القضاة 250 منصب مالي، وغادي نزيدوا 250 مالي في شهر 3، ثم اذا 500 لان قلنا نعطوا الاسبقيه للساده القضاة لانهم محتاجينهم، وقلنا كذلك انه الموظفين غادي نفتحوا منصب شغل ديال 300 منصب شغل. 300 اللي عطاونا في الاخر، 300 كانت فوضات كثيره مع وزاره العدل مع وزاره الماليه، عطاونا 300 منصب شغل. ونقول لكم من الان غادي نعطوها للمجازين، سيكون المرشح مجاز باش يمكن غادي يكون واحد الطرف ماشي مزاج ولكن اللي فيها مزاج. غير ذلك من العناصر غادي نعيدوا النظر في القانون ديال مهنه المحاماه، وعيدوا النظر في بعض عناصر ديال مهنه التوثيق. مهنه المحاماه باش نقولها لكم غادي نحاولوا نوسعوا المجال ديال المحاماه ونرفعوا من مستوى المحاماه باش نديروا نوع من التوازن مع النيابه العامه في اطار شروط المحاكمه العادله في التوازن في الوسائل. ولكن سمحوا لي غادي نخلق نصوص عقابيه صارمه بالنسبه للمحامين. المحامي اللي كيحترم القانون والمحامي اللي كيشتغل هو اللي كينجح. اما المحامي تعطيه اختصاصات كبيره وتعطيه امكانيات كبيره ويمشي يخرق القانون، انه المواطن العادي نفهم انه كيخرق القانون، المحامي ما كنفهمش انه كيخرق القانون. المحامي عنده ادراك بالقانون، عنده علم بالقانون، عنده فخصو يلتزم بالقانون. وفي نفس فإلا بغيتوا نعطيو للمحامين امكانيه الاشتغال والتوسيع فيمكن. لهذا نحن مقبلين على الشهور المقبله، باش نقول لكم لان السيد الكاتب العام ما تيبغينيش نقول لكم التواريخ، كنلزمهم حتى نقول التواريخ. حنا مقبلين انه ما غاديش نكرروا امتحانات المحاميات بالشكل اللي كانت، وكينجح 4000 محامي وكنتعجبوا فين غنديروا. دابا كاين المهد
غادي نعنوا على الدخول المعاد، غادي يكون 200 محامي ولا 150 ويديروا واحد السنه ونصف ديال الدراسه وواحد السنه ونصف ديال التدريب باش يمكن لينا نمشيو نخرجوا اولا نرفعوا مستوى التكوين والتخصص، وهذا مهم بزاف لانه كان واحد الوقت كنقولوا دابا في لي كونكور عندنا مشكل، كنا واحد الوقت كنقولوا 20% للمراه ولا 30% للمراه، دابا كنقولوا للذكور لان النساء كيعطيو نتائج ايجابيه اكثر من الرجال، وخصنا دابا كيفاش غادي نديروا لهذا التوازن، ما عرفت كيفاش غادي نديروا لي قلبوا لي على الحل. لذلك غادي نديروا التكوين للمنتدبين القضائيين، غادي نديروا التكوين كذلك المحامون الموثقين، هذه الامور كلها كاين كما ذلك غادي نديروا، غادي نهتموا بواحد المجال ما عرفت مازال كان واش نديروا واحد القسم ديال التكوين المستمر، لانه كاينه امور كثيره، كاين مشكل الارشيف، كاين مشكل طبيعه المحاكم اللي كاينه، هادشي كله خصو يتعاد فيه النظر، وما عندناش الحق نضيعوا الوقت، ضيعنا ما يكفي من الوقت، خصنا نمشيو بعيد ونمشيو فيه كامل. كاين المؤسسه الاجتماعيه ديال وزاره العدل اللي خصها حتى هي الدعم المالي وخصها الدعم في التسيير، لحد الان عطات في عام 2021 عطات 1101 قرضا للسكن، استفاد منه 663 منخرط، كان خصها تمشي اكثر الى ذلك. كذلك بعض التعويضات ديال التقاعد، وهناك مركبات ديال الاصطياف اللي كاينه الان، خص هذه المركبات وهذه القضاة والموظفين وقلال وطلبات كثيره، وغادي نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها مستقبلا. في التشريع حنا كنناقشوا الان امكانيه خلق واحد الوكاله ديال التنفيذ، انا عندي الخبر خرجت تنفيذ من المحاكم، وتكون وكاله مستقله تقوم بتنفيذ الاحكام، كما ان عندنا تصور تنفيذ الاحكام الصادره ضد الدوله، ضد الحكومه، ضد الدوله على كل، باش يمكن لينا نمشيو بعيد فيها ونشوفوا. عندنا مجموعه المشاريع القوانين اللي يمكن غادي نتحركوا فيها، وكنطلب منكم وهنا غنطلب المساعده ديالكم، خذوا حريتكم في النقاش، ولكن غير سربوني. قانون المسطره الجنائيه، مشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حمايه الطفوله واعاده الادماج، مشروع قانون باحداث الوكاله الوطنيه للتدبير وتحصيل الاموال والممتلكات المحجوزه والمصادره، هذه هي اللي قلت لكم، مشروع مدونه حقوق الطفل، تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تاليف اللجنه الوطنيه المكلفه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن. تابع الامم المتحده ذات صله بالارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفيه اشتغالها. دابا الامم المتحده غالبا كتجمع معلومات كتصيفطهم لنا، خص واحد اللجنه اللي تتبع هاد المراسلات اللي كتجينا من الامم المتحده. مشروع مرسوم يتعلق بتاليف وكيفيه عمل اللجنه المكلفه بالتكوين في مجال الطب الشرعي. مشروع قانون احداث البنك الوطني للبصمات الجينيه. دابا كنا عندنا البصمات ما مجموعاش، خصها يكون واحد البنك وفقا للقانون، باش إذا تعتقل أي شخص كتشوف البصمات ديالو واش كان شارك في شي جريمة ولا ما شارك. مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام حنا مشتغلين عليه، اجتمعنا عليه أخيرا. مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع، سنهيئو فين غتكون أدوات الاقتناع. دابا اش كيوقع؟ تيقول لك وحصلنا عليه على وسائل ثمينة، ولا تيقول لك حصلنا على خاتم، هذاك الخاتم واش عنده شي قيمة واش ما عندوش، واش غير خاتم الجالوق ولا خاتم الذهب. هذا الشيء ديال اللي كيحجزوا تحجزوا السلطات القضائية، خصنا نعرفوا ونضبطوه، ما يبقاش غير مليوح في كل المحاكم وفي كل شيء، خصو يمشي لواحد المكان ويتضبط ويتقاد باش نتصرفوا فيه. تفعيل المرسوم مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية، تفعيل مرسوم وحدة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة التجارة بالبشر والوقاية منها، على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة. تفعيل المرسوم وحده اللجنه الوطنيه لمحاربه العنف ضد النساء، وذلك باحداث الخليه المركزيه للتكافل بين النساء ضحايا العنف والخلايا التابعه لها على المستويين الجهوي والمحلي. لهذا عندنا رغبه باش في الامتحان المقبل اللي غادي ندخلوا فيه الموظفين تكون واحد 100 مساعده اجتماعيه، غادي تكلفوا بالنساء الارامل والمطلقات، ولكن في نفس الوقت تكفل بالنساء ضحايا العنف، لانه دابا المراه من حيث تعرض للعنف من طرف الرجل معنا ليها حمايه.
فالان مش فقط مركز الايواء، بقي عندي نقاش مع اخوان في وزاره العدل، خصنا نديروا نصوص تمنع الرجل من الولوج الى البيت بعد في حاله تعريضه للمراه للعنف، حمايه للمراه. وما تيقول لي لا ما يمكنش ما يمكنش، المهم محافظين هما وانا متحرر، عندنا مشكل تقييم نصوص مدونه الاسره، هذا شغلكم. تقييم نصوص مدونه الاسره في اتجاه هذا التصور لمراجعه بعض مقتضياته. كتعرفوا هذا مجال، هذا مجال كيدخل 100% في اختصاص جلالته، لانه كتهم. ولكن انا مستعد نفتحوا فيها نقاش لا خصنا نديروا قرارات، ماشي نفتحوا نقاش ونبقاو فيه. انا ذاك من حيث نديروا اتفاقات نعرضوها على السده العليا بالله، اللي هي غادي يكون عندها وجهه نظرها في هذه الامور هذه. تتبع المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون 46/21 المتعلق بالمفوضين القضائيين. دابا المفوضين القضائيين حناه على الامانه العامه للحكومه باش يطلبوا العرض ديال، باش يطلبوا الراي ديال المكونات الحكوميه، وغادي نعرضوه للسلطه القضائيه والنيابه العامه. وانا ذاك غادي نشوفوا الملاحظات ونشوفوا كيفاش نوصلوا للحل فيها باش نحيلوا عليكم. فهو الان موجود، كاين خلاف على بعض النصوص، احنا كنقلبوا على التوافقات فيها. اعداد الصيغه النهائيه لمسدده مشتريات القوانين اللي باقي المهن القانونيه مهنه المحاماه موجود، وعندي عنا عليه خلاف، خصنا نوصلوا للتوافق مع هيئات المحامين ومع الجهات الاخرى. شوف التوافق هو نحاول نوصل معك الحل، ما وصلناش الحل وزير العدل راه هو صاحب القرار باش يحسم النقاش، والحكومه كتحيلوا على البرنامج. فانا منفتح على الحوار، ولكن ما غاديش نبقى في الحوار تنموت، نبقى في الحوار قبل ما نكمل 5 سنين، الا بقيت 5 سنين. خطه العداله كذلك عندنا فيها مشروع، مهنه التوثيق عندنا فيها مشروع، بغينا نرجعوا مهنه التوثيق بقوه، لانه مشكل مهنه التوثيق هي فيها بزاف ديال الفلوس. خصني تضبط هذا الشيء، ما يبقاش بهذا الشكل هكا. مهنه الترجمه المقبوله لدى المحاكم ثم الخبراء القضائيين. كاين نقاش في الأمن العام للحكومة معنا حول قانون مسطرة المدنية. سي ودي جرى معكم مدير التشريع، مشى فيه بعيد، وبصراحة هو كل صباح تيقول لي متى غادي نبداو. أنا كنقول ليه بشوية عليك هو زربان. ثم مدونة الرسوم القضائية، وأنا نقول لكم المشكل اللي كاين فين ربما فيكم ما خصك دير لي واحد السوندوج شحال محامي عندك هنا. لا انا نقول لكم هو في حقيقه الرسوم القضائيه تؤدى، ما عندنا مشكل في الرسوم القضائيه، ولكن ما عندها حتى معنى ان في صناديق المحكمه تقول لي جيب لي الشيك سيرتيفي ولا جيب لي لاسبيس. واش نديروا الاداء الالكتروني من المكتب ديال المحامي؟ كيفاش غادي نديروه؟ الطريقه باش غادي نديروه؟ هذا النقاش ديال اللجنه اللي كتراسها السيد الكاتب العام، ولا في المستقبل غادي تعطينا تصور. ثم كان الموضوع ديال الضرائب، موضوع ديال الضرائب ديال المحامين. 95% من المحامين يؤدون 10,000 درهم سنويا، مخيف هذا الرقم. دابا الان اداره الضرائب كان عندي معهم اجتماع، طلبت منهم باش يديروا لنا واحد الدراسه، لان حتى هما كيقول لك حنا بغينا نمشيو نديروا تفتيش للمكاتب المحامين. انا عندي هذه الحساسيه ديال التفتيش لان كاين السر البياني، ولكن خصنا نعطي شي حاجه. ما بغيتوش تفتيش، نعطي شي حاجه. تفتيش الضريبي خصنا نعطيو شي حاجه، خصنا نوصلو شي حل. كنا على المستوى الضريبي غادي ندير واحد الحل، وهو ان المحامي حسب الملف غادي يدي واحد الضريبه مع المصاريف القضائيه، ولكن في 15 عام 20 عام الاولى من بعد خصو يدير التصريح الضريبي ديالو بشكل عادي، حتى يكون شاب باقي ما منظم باقي فيه شويه العرق. ما عندي مشكل يجي يقول انا عندي ملف جنحي، نقول له الملف جنحي خصك تدي فيه 200 درهم ولا 150 درهم، ما عرفتش غادي الضرائب، لانها تبقى في اخر المطاف هي الضريبه. لانه شنو راه الضريبه سهله باش نحيدوها للمحامين. غنمشي للمحكمه الابتدائيه ديال الرباط، غندي عبد اللطيف وهبي، غادي تخرج لي الملفات كلهم ديال عبد اللطيف وهبي، سهل 5 دقائق. غادي نمشي للدار البيضاء ندير شي محامي، غتخرج لي ونبدا نحسب لك انا شحال الضريبه عندك. ما بغيناش نديروا هذه القضيه لانه فيها، غنديروا قضيه اخرى من حيث غادي نجي غادي ندير نيابه في الجنحي، كنمشي كنخلص المبلغ الجزافي ولا قبل ما نخلص الجزافي كنخلص القيمه الضريبيه. ديك الساعه تحيد على الموكل ديالك ولا شغلك هذاك، انا ما ندخلش فيك.
ولكن إذا وصلتي لواحد العدد معين السنوات في إدارة المكتب ديالك خاصك ترقى في المكتب ديالك، خاصك ترفع المستوى ديال المكتب ديالك، هنا خاصك دير التصريح الضريبي ديالك، وهذا يراقب. لذلك كيجي كيحط الملف ديالو ما كيخلصش الضريبه، حتى كتجي الضريبه. كاينه مشاكل، لان بعض الخطرات كنجي نخلص الضريبه في واحد الملف مدني، انا طلبت 100 مليون كنخلص الضريبه على ان 100 مليون، كتحكم لي المحكمه ب 20 مليون، داك الفرق شكون كيفاش غنستردو؟ هذه عمليات كديرها الكمبيوتر، عرفتي دابا الكمبيوتر مسهل، غير حنايا اللي ما بغيناش نمشيو ليه. وفي الحقيقه راه الانفورماتيك ماشي هي اللي بغات تجي عندنا، حنا اللي ما بغيناش نمشيو عندها. فلهذا هل الامور ديال الضريبه حنا كنعالجوها الان، نشوفوا اداره الضرائب. درت معهم جوج اجتماعات لحد الان، لان كنعرف بحكم 30 سنه ديال المهنه كنعرف شنو هي المشاكل اللي كاينه في القضاء بالذات، كنمشي لها ديريكت. فالان غادي نشوفوا شنو غادي فين غادي تمشي. الو كاين مستوى اخر في وزاره العدل واللي هو في حساسيه كبيره، وهو ترحيل المعتقلين. حنا اللي كنقرروا ترحيل المعتقلين، طرحت قضايا ديال الجمارك، واش خصنا نخلصوا الجمارك ما نخلصوش الجمارك. واش كيوقع كتبغي ترحل شي واحد تيقول لك راه عنده فلوس للجمارك، شنو غدير؟ خصو يخلص الجمارك، حيت ما كيخلص الجمارك كيحكموا عليه بالسنه ديال حق ديال الاقصى سنه ديال الكره البدني، تيجلس ديك السنه تيكملها كيخرج. وعلاش انا غنزيد سنه ديال المصاريف الا ما يخلص ما يخلص؟ ندير تقييم للوضعيه ديالو الماليه وكذا، الا كانت ما كانت. هذا الموضوع ناقشناه مع الجمارك باش نحاولوا نوصلوا للحل، لان بغينا نرحلوا الناس وبغينا نتايم الموضوع. ثم هناك العفو في لجنه منظمه وفقا للنظام الداخلي، استند على ظهير اصدار وجلاله الملك، وهناك الافراج المقيد. انا صدرت الاوامر، ماشي الاوامر، هذو تاع وزاره العدل صعيب تقول لهم الاوامر وجلهم قضاه، صدرت الملتمسات السادة المديرين باش ما يتقلقوش علينا. قلنا لهم هذاك ما يسمى بالافراج المقيد غنفعلوه، تلقوا شويه ولاد الناس واللي اثبت انه مزيان واللي اثبت انه عنده اخلاق، شويه العفو شويه الافراج، وساتحمل المسؤوليه. هذاك غادي نديروه في المسطره نديروه في القانون الجنائي اللي جاي، بعد على الاقل نفرجوا شويه الناس وستحمل المسؤوليه الاداريه والقانونيه والسياسيه في اتخاذ هذا القرار هذا، لان كيف القانون خصو يتطبق ويتفعل. خصنا نطلقوا شويه شي واحد اللي نديروا شي شروط، شي واحد اللي قرا في السجن، شي مراه اللي اثبتت انها جيده وندفعوا الامور، تعلمت شي حرفه شي حاجه. فبجانب العفو جلاله الملك دائما تيدير العفو ديالو في الاعياد، بجانبها نديروا حنا شي حاجه باش نساعدوا، باش يمكن لنا. وغادي تشوفوا انتم غادي يجيكم التقرير ديال ادارات السجون، راه وصلنا ل 90,000 سجين، راه الامور معقده. باش نشوفوا خلقنا التعاون مع الدول الافريقيه طوغو مالي رواندا وغينيا في تبادل التعاون القضائي وتبادل المعلومات والمجرمين. كذلك درنا اتصالات مع كل المكسيك والبيرو كولومبيا، والان حنايا عضو فاعل في اتفاقيه لاهاي، وغادي نمشيو اتفاقية لاهاي جلكم ما تعرفها، وهي استيفاء النفقة في الخارج لفائدة الأطفال. تيجي شي واحد كيولد الأولاد هنا ويمشي، شكون يخلص النفقة ديال هاد الأولاد؟ تولي دابا الدولة حيت تصدر حكم كتعطي للدولة الأخرى وكتقوم بهذوك المهام كذا، ومديرية الشؤون المدنية أعتقد هي اللي متبعة هذا الموضوع ياك. وعندنا رغبة أنه نفعلوه في أقرب وقت ممكن ونمشيو فيه. ودابا الموضوع بين مؤسسات وزارة الخارجية وغيرها باش كنطلبوا رأيهم، باش يمكن لنا نصدقوا على الاتفاقية، باش يوليو النساء المغربيات اللي كاين عندهم ولاد عندهم الأزواج ديالهم في الخارج يخلصوا، نجيبوا النفقة ديالهم من الخارج وفقا لمساطر محددة. ولكن كذلك المغربي اللي هرب لهنا وخلى ولاده في الخارج يخلصها هنا باش نعطوها للخارج، راه داك الشيء فيه هكا وهكا، ما كاينش هذه الأمور. درنا كذلك درنا مجموعة تاع البرامج اللي غادي نمشيو فيها، برنامج دعم التقني ما درتش في ظرف التعاون مع الاتحاد الاوروبي لاصلاح العدالة، ومع بعثة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين، ومع اللجنة الاوروبية في مكافحة تنزيل مخطط التحول الرقمي، والتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة واليونيسف برنامج يوريميد، ثم كذلك برنامج التعاون مع مجلس اوروبا في ما يسمى مع اللجنة الاوروبية في فعالية العدالة. هنا كنتكلموا على البنيات التحتيه للمحاكم، عندنا عده مشاريع. باش غير نقول لكم انا من حيث حوزه ثقه جلاله الملك نصر الله كان عندي جوج خيارات، اما نجي ونقول بون غنبدا زيرو ونحيد الكاتب العام ونجيب واحد اخر،
ولكن قلت انا غنستمر مع الكاتب العام لانني غادي نضمن استمراريه العمل. فقررنا باش العمل كله اللي تدار نستمروا فيه ما نوقفوش ما نرجعوش للوقت. وإلا كان شي تغييرات ولا عندنا شي ملاحظات، لأن لوزيل عنده وجهة نظره، عنده تأثيره، عنده توجهاته، قلنا أفور ميزور غادي نستمروا نديروها. لأن ماشي غير فقط حنا من حيث غادي نكملوا داخل الحكومة العمل ديالنا غنجيبوه لكم، حتى أنتم عندكم وجهة نظر غادي نتناقشوا، كاين اللي غنقبلوه كاين اللي غنرفضوه، طبعا كتعرفوا الأغلبية والمعارضة. فلهذا قلنا غادي نستمروا وما نرجعوش للور، من حيث كنشوف واحد المشروع قانون ولا مشروع معين تدار ما كنوقفوش ما كنقولوش نرجعوا للور، تنقول نستمروا فيه نكملوا. وفعلا لقيت حقيت قال لنا الساده الوزراء السابقين داروا واحد العمل كبير جدا، كان خصنا نكملوا ماشي نوقفوا ونرجع للور، لان انا لا املك العلم كما تيقولوا لا املك الحقيقه. هذوك الناس اشتغلوا والساده المديرين والساده الاطر ديال وزاره العدل هما اللي كانوا في قلب هذوك القوانين وهذوك المشاريع، فغنردوا لمن؟ غنردوا لهاد الناس نيت ما استمر فيه ويكملوه. وفعلا لقيت اولا هناك اطر مستوى عالي، انا ما كنجاملهم لان جالسين هنايا انا ما كنعرفش نجامل اصلا، وكاين نقاش بيناتنا، ربما ارتفع النقاش شويه، ربما النقاش كاين حاد بيناتنا، وكنحاول بقدر الامكان ما نتعاملش معاهم كوزير، نتعامل معاهم كطرف قانوني ونناقش معاهم. فعندنا نقاش حاد في مجموعه من القضايا، هما القضاة شويه محافظين ولكن عندهم واحد الاحساس بالعداله، راه وهذا الاحساس بالعداله كيخلينا نديروا واحد النوع ديال التوازن في التشريع. بعض الاحيان احنا متحمسين، خاصه الا جيتي من المحاماه كتكون متحمس للاشياء، ومن حيث كيوضعوا لك في الصوره كتقول ايوا حبسوا لنا هذا الشيء تسناو شويه نشوفوا ونرجعوا، لان الامور عندها بعد اخر. لهذا واحد العمل كبير لقيته في وزاره العدل استمرينا فيه، ربما غادي ندي الافتخار ديال ان اللي جبتو للبرلمان، ولكن ماشي انا اللي صنعته بوحدي، صنعوه الاطر وصنعوه الوزراء السابقين، وداروا فيه واحد العمل كبير. انا فقط جيت في الفينيش، يمكن ندي الميداليه الذهبيه ولكن ما بديتش هذا السباق هذا، لقيته باش نكونوا واضحين، حتى على مستوى المشاريع ديال البنيات التحتيه. الان كاين مشروع بناء قصر العداله ديال الرباط، غادي نضيفوا ليه اشياء اخرى حنا كنتناقشوا فيها، غادي نحاولوا باش الرباط كاين محكمه الاستئناف في المحكمه الابتدائيه هنا، غادي نحاولوا نبنيو كذلك المحكمه التجاريه والمحكمه الاداريه باش يكون كلشي مجموعه في بلاصه واحده. بناو مشروع بناء قصر العداله بفاس، بناو مشروع بناء محكمه الاستئناف بقلميم، كاين فين وصل المشروع ديال محكمه الاستئناف بقلميم؟ واحد الشهر ولا اربعه نفضيوها ياك السيد الرئيس قلميم باش تبع معايا، راه الاستئناف قلميم هذه. ثم كاين المحكمه الابتدائيه بالداخله غادي نشنها نهار 9 ياك نهار 9، ودابا غضفنا ليها المحكمه الشرعيه واللي حداها باش تكون مجموعه، باش تكون المحكمه الابتدائيه حدا المحكمه الشرعيه، كيجي المحامي ولا كيجي الخبير ولا كيجي المواطن عنده هنا وعنده هنا قريبه ليه، ماشي كيسافر من لهيه لهيه باش يدير الاجراء. كاين مشروع بناء المحكمه الابتدائيه بتوريرت، ثم خليفرة، ثم الابتدائيه دمكناس كانت واقفه وتحركت دابا، ثم جرده، كذلك مشروع بناء المركز القضائي بويا دملين، المركز القضائي بجرف الملحه، وهذا ثم مواصلة إنجاج مجموعة من المشاريع على سبيل المثال المحكمة الابتدائية بالعيون كملناها، الابتدائية ببويقرا كانت واقفة دابا الآن غادي نستمروا فيها، الحاجب نفس الشيء وجردة. غادي نبداو الآن في مجموعة من المشاريع جديدة غادي نبداو فيها، المحمدية كنا غنديروا المحكمة الابتدائية، دابا غادي نبنيو وحدها المحكمة الشرعية باش نديرهم بجوج، أشغال تهيئة محكمة الاستئناف في أسفي نعاودوا فيها النظر، محكمة تحنوت قسم قضاء الأسرة بسلا، يعني داك الشيء كاين عندنا خلاف فين غنديروها، واش هنا ولا ليه، هما بغاو يديروها في المدينة القديمة، أنا كنقول لهم غنخرجوها لحدا المحكمة الابتدائية، مازال ما غلب فينا حد آخر. قضاء الأسرة بصفرو كذلك، ثم غيرها من المشاريع. هذا هو اللي بغينا، هادو من المشاريع اللي الآن أنا الميزانية ديالها، والآن غادي نمشيو فيها، غادي نمشيو كذلك لإعمال واحد التفعيل واحد الخطة ديال التعاون مع منظمة اليونيسف، يسمى بالفضاء الأزرق ياك، عبر الجهد في مواكبة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. كتعرفوا في المغرب العنصر الضعيف في العملية الجنائية هو الطفل، خصنا نحميه بقدر ما يمكن. والآن كنناقشوا واحد المشكل،
غنقول لكم باش نورط الاداره تفكر كيفاش نفذوا. وهو ما يسمى بالمدمنين. دابا كيكون عندنا طفل مدمن ولا شاب مدمن كنصيفطوا للسجن، هذا الثمن هذا خصو العلاج. فالان عندي نقاش مع بعض الوزارات المعنيه باش نشوف الا قدرنا ندير واحد المركز ولا جوج باش نقضوا فيها ولاد الناس. غير كتصيفطوا للسجن عاد كيزيد وهذا الشيء زاد كثير بزاف. كاين 16 فضاء اللي فيه التواصل في الجهاز الرقمي. وصلنا للفلوس. اصلا بعدا كنعرف نقرا الارقام كثير هذا الشيء. ها هما كاينين هنا قراوهم وشوفوهم. انا ما غاديش نقراهم. السيد الرئيس نقص الفلوس. غير نقص دابا يشوفوهم فلوس. ايه ما كنعرف نقراهم. هذا بشكل عام انا بشكل عام هما الفلوس والموظفين وداك الشيء كله اللي بغى يشوف الفلوس ها هما هنا. انا عفوني عافاكم لان ما كنعرفش نقرا هاد الارقام كثار. اللي بغيت نقول لكم ان وزاره العدل عندها واحد الدور كبير وهو خلق وبناء القاعده الحقيقيه لاشتغال السلطه القضائيه. اسمحوا لي نقول لكم احنا كوزاره العدل انا في رايي ما عرفتش البعض متفق معايا ولا لا، نحن يجب ان نكون في خدمه توفير شروط المحاكمه العادله للمواطن. وباش نوفروها حنا نقدموا الوسائل الماديه اللي عندنا، والقضاء كيقدم داك مبدا الانصاف والعداله. ولا درنا هذا التكامل بشكل اذكى يمكن لنا نقدم هذه الخدمه. راه ماشي مهم تكون عندك محكمه، ماشي مهم تكون عندك السلطه، اللي مهم كيفاش المواطن يجي للمحكمه ويشعر بالامان ويشعر بانه سينصف. لان العداله القانونيه ماشي هي العداله الواقعيه، غادي يعني بل ما تكون العداله القانونيه هو تطبيق للقانون. كاين العداله الواقعيه حتى واحد ما كيعرفش كيوقع بين جوج الناس تخاصموا، الله بوحدو اللي كيعرف، صعيب تعرف. القاضي كيطبق النصوص القانونيه فقط وكيمكن له يصيب في العداله الواقعيه، ولكن الانصاف خصنا نشتغلوا عليه كاملين ونمشوا فيه لما فيه. لذلك انا كنعتبر وزاره العدل اهميتها هي انها تقدم خدمات الى السلطه القضائيه بكل مكوناتها حتى تستطيع ان تقوم السلطه القضائيه بدورها كاملا. هذه اساسيه بالنسبه لي. انا ما جيتش باش نتصارع مع السلطه القضائيه حول الاستقلاليه. انا ما جيت باش نهيمن على السلطه القضائيه. انا ما جيتش باش ندخل في صراع مع السلطه القضائيه. انا جيت باش نساعد السلطه القضائيه باش تقوم بوظيفتها، لان وظيفتها مقدسه، ولانه يتراسها اولا رئيس الدوله اللي هو جلاله الملك. وبناء عليه عندي هذه الرغبه، وقلت هذا السي عبد النبوي السيد الرئيس المحترم ولا السيد الوكيل العام السيد الداكي، قلت لهم انا جيت باش نتعاون معكم الا كان ممكن العداله نعطيوها شي حاجه، نقدموا لها شي حاجه من موقع وزاره العدل. لذلك ساتعسف على الجميع بما في الموظفين ديوني باش نقدم اقصى ما يمكن لاستقلاليه السلطه القضائيه. مادام هذا اختيار الدوله، مادام هذا اختيار الناس، نشوف انا من حيث بحالكم في المعارضه كتمنوض الصداع على الاستقلاليه كترفضها. ولكن الموقع ديالي الان ما كيسمحش لي باش ندير افكاري انا. انا الموقع ديالي كيفرض عليا باش ندير افكار الدوله. وبناء عليه انا بغيت نوصل للمستوى ديال انه نقدموا اكبر ما يمكن لهذه السلطه القضائيه، لان المواطن حين تعرف بان كاين عداله في البلاد كيرتاحوا اكثر. غادي نطلب منكم الساده النواب السيدات النائبات انكم تساعدونا، ديروا وظيفتكم ومهمتكم حتى للقمه. غادي نتواجد معكم في القانون، وغادي نصطدم معكم في النصوص، وغادي ندير كل شيء معكم. ما غنكونش لكم سهل، وانتم ما تكونوش سهلين معايا، ولكن ندوزوا هذه القوانين. وانا عندي ثقه في السيد الرئيس اللي كنعرفو. كنت رئيس ديالك، كنت رئيس لجنه العدل والتشريع. دازت واحد المده ولا هو وزير عليا، ومن بعد احنا الان هذه حياه سياسيه. أنا كنهني على الثقة اللي حازها، وعندي الثقة فيه كبيرة، لأن كنعرف غنقول من كاع ألفنا شي كتاب مشترك. أنا قرا شي واحد، قرا شي واحد. شكرا لكم.